السلام عليكم الإخوان، طلب من عند الأخ عجيب صاحب قناة هواة وعشاق الطيور أعرفكم الغرفة ديالي وتحية للجميع. الغرفة عندي يا أخوان تتكون من هاد موديفيكاتور تاع الرطوبة اللي هو تحيد الرطوبة فاش تكون طالعة وتيريق الرطوبة في الغرفة. بروغرام تاع الضوء اللي تيدير الشروق والغروب، وهي مكنة تاع الضوء تخدم ب 12 فولت، تخدم بالضوء تاع الليد. دابا راه شاعل الضوء، الا بغيت نطفيه دابا نخدمها اوتوماتيك باش تبقى شاعلة. هكا غادي نطفي الضوء، نبدل البروغرام هذا. دابا طفى الضوء، غنشعلو وتدير فيها البروغرام اللي بغيتي. للتهوية الإخوان ديال هاد الفريفيرال اللي تخدم بالتايمر، راه هو اللي تخدم تقريبا جوج تمرات في الساعة تخدم. هاد الرويديو اللي فيه كلام الله وهو خير كلام، اللي تيبقى خدام 24 ساعة على 24 ساعة للطيور باش يولفوا تيور فور الهضرة و تيولفو كي تنقولو باش ما يتخلعوش، باش الأنثى إلا كانت مبيضة ولا شي حاجة ما تسمعش شي حركة و تنوض على العش. الصيدلية المتواضعة، هادو المنتوجات اللي تنستعمل أنا عندي في ليلفاج. باقي خصني منتجات على حساب، دابا على حساب حنا قرابين ان شاء الله الموسم التزاوج، بغيت ناخذ ان شاء الله شي منتجات اخرين من غير هادو. انا كنت نستعمل في الاول، المهم تنستعمل المنتجات اللي موجودين في السوق، ما عنديش غرض بهذا ولا هذا. المنتجات اللي يكونوا جداد ومنتجين في السوق كنت نستعمل الاول اس، البيو اللي كنت نستعمله فوقيت البداله، والبي الضرورة. هذا كبديل خل التفاح، هذا المنتوج تاع الشيمي فارما، كبديل خل التفاح تنستعملو، كبديل خل التفاح تيرفع البي اش للطيور، و فيه بزاف تاع الامتيازات. البايتريل و البايكوكس، البايكوكس الكوكسيديا، البايتريل السالمونيلا والعرق الزراق و التجاز التنفسي، و بزاف تاع الامتيازات تاع البايتريل. بايكوكس طبيعي، الا كان كالوقايه تستعمل اسبوع في الشهر. وبالنسبه لهذا المنتوج هذا تستعمل الارجل تاع الطائر فاش تتكون ديك القشره تاع الرجل، تستعمل هذا المنتوج هذا. هو منتوج ايطالي تيقولوا طبيعي. هنا عندي هذا استعمال بشري، انه تاع ستراتوتي كاردو، الكاردو ماريانو كي تنقولو حنايا، وهو شتاق الجمل. وهذا حتى هو تاع تي 3 تنستعملو للضروره، حتى هو بيترو كارديلو تنستعمل الاولاد الصغار. فاش انايا صراحه انا العام اللي فات استعملت الاولاد الصغار فلاجيل اللي معروفه التريبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة. فونجيزون وهو المرض ميغا باكتيري، وهو فعال والقابل الفعالية تاعو شتو بزاف. انا باقي الحمد لله باقي ما عمرني استعملتو، وباقي ما وصلتش باش نستعملو، ما الحمد لله السعير كاحتياط شاريه وحاطو. عندي هذا المنتوج هذا تيستعمل الدوش تاع هاد الشركة، هادي شركة جديدة ما تقريبا واحد العام هذا باش شت المنتوج تاعها، تنديرو في الدوش فاش نعطيهم الدوش. لي فوميك باراسيتي هذا تاع الباير نيت تا هو. وبالنسبه للاعشاش راه تنستعمل هاد المنتوجات، هذا التعقيم تاع الاقفاص فاش نبغي نعقم الاقفاص، هاد المنتوجات تنستعملو للاعشاش. هذا تنستعملو في ليكاج، في تحت تاع ليكاج. وهذا المنتوج تنستعملو بالنسبه للاعشاش الفوق تاع الاعشاش، قبل ما يكون البيض قبل ما يجمع العش تندير في الاعشاش الفوق. هذا خضر شويه تنستعملوه بين التبقه والتبقه.
بالنسبة لدرجة الحرارة عندي هنا في الغرفة كانت 100 درجة تاع الحرارة اللي عندي طايحة بزاف، 71 تاع الرطوبة. اليوم الرطوبة شوية طالعة، ما فاتت تكون 65 71 درجة، حين طافي طافي الجهاز تاع الرطوبة. هنايا لاباتيري هي هادي اللي في العرض تاعها 180، اللي دابا باقي انا عازل التكورة بوحدهم والإنات بوحدهم، تنفرقها على جوج تتولي عاتاني 90 90، وها جوج الأقفاص الفوق. تنولي تنستعمل في هاد لافاس هنا 8 تاع الكوبيات، 8 الكوبيات تاع الحسون، و تنقولو 8 9 الكوبيات 10 الكوبيات اللي تنوصل. يقدروا يخدموا فيهم 4، يقدروا يخدموا فيهم 3، ماشي كلشي اللي كيخدم. بالنسبه للوجه الاخر تاع الغرفه، عندي هاد الاقفاص هادو اللي مقدتهم هاد الاقفاص اللي تندير فيهم الطكور حالة في حالة تاع في الوقيته تاع التزوج، التشويق وفوقيت الحفاضة، عاوتاني فوقيت الحفاضة تندير هاد الأقفاص باش تندير حفاظة جماعية. اللي بالي أذكر تندير في الأقفاص تنعزلهم من هاد الغرفة، تنحطهم عندي في غرفة أخرى اللي هي خاوية ما فيها لا صوت لا والو، وتنطلق ليهم ما تيسر من حفاضة. هنايا فين تندير الوليدات الى بغى الله تعالى، الا كانوا شي وليدات عندي هنايا في هذا التحت واحد الكوبل تاع الماجور، يلاه جبتو تقريبا اول عام بغيت نديرو، وبغيت نتمنى الله ينتج منه. هنايا في الغرفه ديال الكنار ديالو على حساب ليرجونس، الوقيته تاع التفراخ بين الإناث تاع الحسون، مرات يحفظو مرات ما تيحفظوش، شي يقعو مشاكل كاينه متولا ما تتوكلش، كاينه بزاف شي يقعو بزاف تاع مشاكل. باش تتفادو هاد المشاكل بأقل خسائر، دير انا هادو الإناث تاع الكنار وهما مخلطين، كي تنقولو ما عنديش شي راس اللي هي سميتو عليه متواحنينه زوينه تقوم بالواجب تاعها. هادشي الجيرة، وهادي خمسة تاع الأقفاص اللي ترمي كل قفص ترمي فيه كوبل تاع الإناث، كل قفص تندير فيه جوج تاع الإناث. أنا غرضي هو الحبيض، هو على حساب باش يصلحوا ليا الوليدة تاع الحسن. بالنسبة للمشربيات، أنا عندي هاد المشربيات، كنت نستعمل هاد المشربيات اللي هما مشربيات زوينين، ولكن تنستعملهم دابا للضرورة. حيت هاد المشربيات نستعمل دابا هاد المشربيات، لقيت فيهم تستعمل دابا هاد النوع تاع المشربيات، هاد النوع تاع المشربيات هما هنايا، مشربيات اللي هما تنقولو ما تيتوسخوش، وتتشارجا المشربية من هنايا، شتي تنشارجيها من هنا. وبالنسبه للغسيل تاعها تنغسلها مره في الشهر شهر ونص، وتندير فيها ماء معجيني باش ما تيكونوش فيها الطحاليب، ومره كي تنقولوا تي كونترول بلان باش ما تبلوكاش حيت تيوقعوا فيها مشاكل بحال اي Questo